هذا أهم ما جاء في مجلس الوزراء لنهار اليوم فيما يتعلق بهذه القطاعات، نتابع كل التفاصيل في هذا الفيديو. فمجلس الوزراء لهذا الأحد تكلم على عدة نقاط على غرار القوانين الأساسية للأسلاك الطبية والشبه الطبية، لكن التركيز هذه المرة بخصوص إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء وغير الأجراء، حيث أكد السيد الرئيس قبول مراجعة منح المتقاعدين في كل الأصناف بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، حيث يجب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. يؤكد مجلس الوزراء الفئة التي قدمت الكثير للوطن، موجها الحكومة بإعادة دراسته بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بصفة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل. كما وجه السيد الرئيس الحكومة بالبحث عن أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني. هذه النقطة من بين النقاط التي جاءت في مجلس الوزراء بهذا التاريخ، وإن أردتم الحديث عن النقاط الأخرى اكتبوها في التعليقات، ولا تنسى المتابعة هنا لكل جديد وبالمختصر المفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دائما في ظل بناء الجمهورية الجديدة للسيد الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. هذا جواب لأنه اتصلوا بنا خاوتنا مشطوبي الجيش الوطني الشعبي، اتصلوا بنا بزاف، حبوا يطرحوا أسئلة. خاوتي مشطوبي الجيش الوطني الشعبي، السيد رئيس الجمهورية، وما أدراك ما السيد رئيس الجمهورية أو صاحب القرار الأول في البلاد، قال لكم أنه قال للجميع أنه راح نسوي ملف محاربي العشرية السوداء ومرحلة الطوارئ 92-2011. السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الجمهورية متأكد أنه هذه التسوية راح تكون بقرارات سيادية، قال لكم راح نسوي الملف هذا وفقا للمادة الفلانية أو القانون الفلاني أو كذا أو كذا. لهذا قلناها لكم وقلناها للجميع وتأكدوا منها الجميع أنه ننتظر قرار السيد رئيس الجمهورية، من بعد اللي ما عجبوش القرار أو ما عجبتوش ذيك يديروا واش حب. الجميع راه ينتظر، الجزائر كامل راه تنتظر في قرار السيد رئيس الجمهورية لهذه الفئة. لما تجي انت تدير مبادرة او تدير شيء او تدير تحبي تقدم شيء، معليش انك تضرب على الفئة تاعك او الشيء اللي يخصك، لكن انك تقصي ناس وتقول لفلان عندك حق وفلان عندك مع حق، ما كاش منها خاوتي، لأنه قلنا لكم أنه قرار تسوية وفق قرارات السيد رئيس الجمهورية. لما يجي فلان ويجيب لكم كذا أو كذا وحب يقنعكم بيفوت الفئة تاعه في النظر تاعه، قلنا لكم أنه أي شيء راه يدرج أو أي شيء، والأمور راه فاتت من قبل، والدليل هو ما يسمى بلجنة الحوار اللي حبت كذلك وما نجحتش، لأنه القرار من عند السيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية قال لكم الملف راه عندي، ننتظروا قبل قرار السيد رئيس الجمهورية واش راح يمد لهذه الفئات وفق قرارات وفق قرار منه مش وفق القوانين. لو كان جات وفق القوانين معمول بها كرة فركت السوق ذاك العام، حاولوا تفهموا، كاش اللي يجي يطيح لك المورال او كذا او يقصيك او كذا، والله واحد ما عنده حتى شيء في هذا الا بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهوريه. يعني شفنا ناس راه تدير في كذا يقول لك انا راه مصحابي مقصيين نفوت الملف تاعي، هذا هو الغرض تاعهم فقط.
علاش احنا حبيناك تدير مبادرة او تدير شيء للفئة تاعك وتتقدم بها، علاش ربي يعاونك، لكن انك تقسي الناس او تبين للناس انه فلان ما عندوش حق وفق القانون وفق القانون وفق القانون. قلنا لكم القانون كبير عليك وعليا، كبير علينا كاع. التسوية وفق قرار السيد رئيس الجمهورية، الناس راه قاعده تستنى في القرار، من بعد القرار يا خويا راح تشوف. احنا حبينا نبسطوها لكم في ألف مرة، انه السيد رئيس الجمهورية راح ينصف جميع الفئات بإذن الله تعالى. لهذا طولت هذه التسوية، طولت المرحلة، طولت لأنه الفئات بزاف. لو كان جات التسوية وفق كما راكم تهضروا نتوما أو في باباداراتكم كلها تسوينا وانتهى الأمر. هذا الشيء اللي حبيت نفهمكم خاوتي، ما كان حتى شيء وما كان حتى واحد يقصي وما كان حتى واحد يفضل نفسه على أخوه إلا بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بخصوص ملف محاربي العشرية السوداء. اللي يخرج قرار السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله بربي، وهذا الشيء اللي حبينا نبسطه لكم ونأكده لكم أنه راح يكون منصف لجميع الفئات. أما الشيء اللي راح يحدث أو الشيء اللي راح كذا أو كذا أنا متونسين به. هذا الشيء اللي حبيت نفهمه، ما تقلقوش خاوتي، ما هي إلا يقول لك يا ودي داير في باله باللي الملف مش فايت احنا ينفوتوا. واحد يقول له تاع المدني ما كانش، واحد يقول له تاع ذيك ما كانش، واحد يقول له ذاك كاين، ما كان والو، كاين شيء اسمه قرار السيد رئيس الجمهورية والحمد لله. السيد رئيس الجمهورية راه دا الوقت الكافي باه يدرسوا جميع احتمالات، باه يعطي للناس كامل حقها. لانه قلناها لكم القوانين هذه الصادره. ثاني كاين ملاحظه اخرى لخوتي اللي عيطونا، جماعه الروتار ديلي، قوانين لما تصدر قوانين لما يخرج قانون جديد يقول لك ساري المفعول، القانون ساري المفعول، معناها يطبق من النهار اللي خرج فيه القانون للقدام. كاش قال لي هفك يقول لك يا ودي انتوما تاع الروطار ديالي راه عندكم مثلا رابيل تاع عام تاع عامين او انهم كذا وكذا. القانون اللي خرج يطبق اللي ما هو جاي، انه يتدير كيما يقول لك رابيل تاع عام من النهار اللي يصدر فيه القانون فما فوق، ساري المفعول. احنا في اراء كنا قبل ما يصدر القرار هذا او القانون هذا، معناها تدي حقك كما اللي عطاه لك القانون بإذن الله تعالى. جماعة الروطار ديلي إن شاء الله بربي تدوا حقهم. راش نقولوا كذا أو كذا أو كذا، بس إن شاء الله بربي تدي حقك، تدي الرابيل تاعك بإذن الله كامل، بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. أنه يجي إنسان أو أي واحد أو أي يتفلسف أو كذا أو كذا أو كذا هو فاريها ويجي يتفلسف على الناس، هو كان في البابها فاريها يجي يتفلسف على الناس يقول لك أودي جماعة الروطال ديري يعطي لهم عام. حبيت نبين لكم باللي راهم الأغلبية والأكثرية راهم دايرين داروها كيما يقول لك داروا وكلوا محامي معتمد لدى الوزارة وفصلت فيها المنازعات كذلك انك تدي حقك، ورانا نستناو في القرار الوقت اللي يخرج ندو حقنا كامل، ما فيها لا عام لا نص عام لا كذا لا كذا. القوانين سارية المفعول، الشيء اللي تكلمت عليه او يتكلم عليه فلان او الشيء اللي قلتوه لي ساري المفعول من نهار اللي خرج فيه القانون الى ما فوق. حنايا رانا من قبل والادله كثيره، والادله كثيره. والو ديروا ربي في بالكم، قلنا لكم أنه بإذن الله التسوية لجميع الفئات، أحب من أحب وكره من كره، لأننا كامل نتمنى ونستنى في قرار السيد رئيس الجمهورية. والله أي حساد والله ما يربح، والله ما تربح يا ولدي، كي نقول لك والله ما تربح لا، راني نستنى في قرار السيد رئيس الجمهورية. ممكن تارك باي تفوت الملف تاعك وتمول اصحابك، ممكن قرار السيد رئيس الجمهوريه يقصيك انت يا الحسات ويعطيها للناس الاخرى باذن الله تعالى.
هذا الشيء اللي حبيت نجاوبكم عليه والشيء اللي سألتوا لي عليه خاوتي، ربي يجيب فيها الخير وربي يفرج علينا جميعا. احنا اللي يتهمنا انه التسوية للجميع قليلة بزاف، الله يسهل. راح حتى انسان مصطوبين الجيش الوطني الشعبي حوسوا على منحة كرد الاعتبار كتعاونهم كي كيما يقول لك الشيء ولو كان معنوي، حتى راه جيب لي في واحد يخلص في 8 ملايين، راه يخلص في 8 ملايين ولا 9 ملايين ودوبل فونكسيون، راه يخلص ثاني في خلصه برا باه يوري لك انتيا واش كاين واش اللي ما كانش. اكونك واقعي ومنطقي، باغي تمرر الملف تاعك يا خويا ما كاش مشكل، ما تقصيش الناس، ما تقولش فلان عندك الحق ولا ما عندك الحق، ما تذكرهاش. روح فوت الملف تاعك الله يسهل، او الفئه تاعك الله يسهل عليك. هذا الشيء اللي حبيت نفهم فيه خاوتي، القرار الاول والاخير عند السيد رئيس الجمهوريه وباذن الله تعالى، ونراهن على هذا ان الجميع راه يدي حقهم باذن الله تعالى، وربي فرج لنا جميعا. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، تحيي الجزائر، تحيي الجزائر، الله الموفق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتنا.